ما أهمية النظر أيضا إلى دينامية التنمية المحلية في من هذه الزاوية، زاوية كون هذه المنطقة هي صلة وصل بين المغرب وعمق الإفريقي وأيضا شريان مهم للتجارة الدولية؟ نعم، أحسنت التوجه فيما ذهبت إليه أستاذ سي محمد، وهذا يفيد على أن التاريخ يعيد نفسه بطريقة أو بأخرى. هو أن المملكة المغربية عبر هذه المنطقة الهامة التي تدخل في التريتوار الجغرافي المغربي، كانت هي وصلت، هي نقطة وصل أو صلة وصل ما بين المغرب وعمقه الأفريقي عن طريق طريق الذهب. لاحظنا أن هذا الطريق هو الذي كان يماثل طريق الحرير الرابط بين الصين وباقي بين الدول، بينما كانت المنطقة المغربية الصحراوية ومن خلالها عن طريق يعني تافيلالت كانت هي يعني طريق الوصل ما بين كل القوافي وكل التجارة طيب. العالمية عبر بقي قليل من الوقت اليوم حاضرا، كيف نعم. يبدو الأمر؟ نعم، الآن حاضرا، وأن المغرب وصل إلى هذا المستوى من التنمية، هناك سي محمد أن رسائل مهمة مفادها على أن المغرب لما عمل على تنزيل مقتضيات دستورية وخاصة مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الأول المتمثل في اختيار المملكة المغربية في النظام اللامركزي والجهوية المتقدمة عن طريق خدمة يعني التنمية المحلية عن طريق أبنائها بناء على مؤسسات دستورية، مفاده على أن المملكة لما يعني تقدمت بالمقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي إنما يفيد على أن هذا المقترح هو الجدي وذا المصداقية التي من طبيعة الحال عرف إجماع أممي، وبتطبيقه طيب. تكون المنطقة قد عرفت التنمية على مستوى كل سكان المنطقة بما فيهم السكان المحتجزون أبناء يعني المغاربة المحتجزون هناك. وبالتالي إذا ما عمل المغرب في إطار المنتظم الدولي على تطبيق الحكم الذاتي، وهو من طبيعة الحال أوشك على النهاية في تطبيقه وفق القرارات الشرعية وقرارات الأمم المتحدة طيب. سيعمل على تنمية المنطقة وتخليصها من ويلات يعني الجريمة العابرة للقارات وويلات التي تعرض لها سكان المنطقة من تحجيز وتعذيب وما إلى ذلك.